طالما الرئيس الخاين عبد الفتاح السيسي ده بتاعهم قال دون أدنى مسؤول على الضابط يقتلوه. لأن القضاء فاسد والشرطة فاسدة والنظام مش عارف يلم البلد لغاية دلوقتي بسبب الفلوس. وبالنسبة وجه رسالة لأحمد شفيق بأنه لو مستحيل طبعا عشم أن يصير رئيس عشم إبليس في الجنة أولا، ولو مسك رئيس أول هدية من أبناء سينيا سيارة مفخخة. بس هما الجيش خائن، هذا الجيش إذا كان بتسميه جيش أو عسكر خونة خونة، لأنهم عملوا إيه؟ لأنهم عملوا انقلاب على الرئيس الشرعي وقتلونا. يبقى لما نيجي النهاردة نتمكن منهم لابد أن يقام عليهم حد القصاص. عشان نقول كلنا فداك يا رئيس مرسي، كلنا واقفين مع الشرعية، كلنا النهاردة مشروع شهادة، كلنا النهاردة مستشهدين وجاهزين للاستشهاد في سبيل الله عز وجل. الديانات دي اختراعات الناس عالجت بيها مشاكل. اللي انا عايز اقوله بقى ان اذا كنت فرحان دلوقتي بالهجمة على المسلمين والاسلام، الدور جاي عليك انت على الديانة المسيحية. تحريض على السيسي والعسكر اللي بيقتلوا الناس وكذا واجب، ومن لا يفعل ذلك فهو خائن للوطن وخائن للإنسانية وخائن للدين. وانا لو منهم فيديوهات الناس وهي بتموت، والله انا لو منهم اعمل اكتر من كده، وانا بقسم لك بالله.